يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا 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 لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم عملائنا عملاء جبل الريف في السحب الثاني لمسابقه اربح رحله الى اوروبا. طبعا المسابقه بدات قبل اسبوعين في جميع محلات زهر الريف في الخليج، ونقيم الان السحب الثاني بتواجد الاخوان الافاضل الاستاذ سلطان الضفيري مدير شؤون الاداريه في زهر الريف، والاخوان الاستاذ زامر والاستاذ احمد من شركه اي تي ال للسفر والسياحه، والاستاذ صالح العبد اللطيف مدير علاقات العملاء بزهور الريف، والاستاذ رائد الغامدي مندوب الغرفه التجاريه، ونتشرف بتواجد الاستاذ عبد العزيز الغامدي ايضا معنا في هذا السحب. نبدا السحب الان، حياكم الله. يلا طلع لي واحد. الفائز معنا هو رقم الكوبون 184652، وكالمعتاد سيقوم الأستاذ صالح العبد اللطيف بالتواصل مع الفائز الآن وأخذ بعض المعلومات منه. هذا رقم الفائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائز معنا اللي هو اسمه سارة. سارة اشتركت من فرع الشفا، وسنقوم الآن بالاتصال عليها. سارة القحطاني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت سارة قحطاني. إيه. أختي معك صالح عبد اللطيف من شركة زهور الريف. أختي مبروك، أنت فزتي معنا برحلة إلى أوروبا. أنت دخلتي معنا في السحب أو في المسابقة اربح رحلة إلى أوروبا، والآن طبعا أنت فزتي بالمسابقة، فمبروك لذلك. كان ودي أعرف أختي سارة، أنت وين حابة تروحين؟ طيب احنا عندنا الرحلات هذه الان اللي موجوده عندنا اللي هي برايك، وعندنا روما، وعندنا فيينا، وعندنا اسطنبول، وكمان موجود عندنا اللي هي المدينه الخامسه ميونخ. والله ممكن انك انت تقدمينها لاي احد، هي طبعا رحله لشخصين. خلاص. وين حابة تروحين؟ طيب انا لازم يعني اعرف ايش المدينة انت اخترتيها. عاد اسطنبول. طيب اسطنبول، وبتعطينها مين يا سارة؟ بتعطينها اخوك. طيب يستاهل يستاهل. عموما مبروك اختي سارة، وان شاء الله ادارة علاقات العملاء حتنسق معك على اساس استلام الكوبون باذن الله تعالى. اوكي مشكور، يعطيك العافية، مع السلامة. نبارك مرة أخرى للأخت سارة القحطاني، ونتمنى لها رحلة موفقة هي وأخيها إن شاء الله. أيضا لديكم أنتم عملانة زهور الريف فرصتان للتواجد في هذا السحب، فقط قم بزيارة أقرب فرع لزهور الريف وستكون مشارك لدينا في هذا السحب. تقبلوا تحياتي ناصر الحارثي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا 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 لا 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 لا